يا مساء الخيرات، يا رب يوم جميل سعيد عليكم جميعا. نادي الاهلي يتوجه للمغرب بالقوة الضاربة على الرغم من الغيابات اللي ابرزها طبعا عبد المنعم، ولكن صفوف النادي الاهلي بتشهد عودة ياسر ابراهيم، السولية، حمدي فتحي وديانج، وده بالنسبة لنا الاهم. تعتبر صفوفك مكتملة بإذن الله، بإذن الله هيرجعوا لنا بال11 والثالثة على التوالي. خلونا نتكلم على بعض القصص اللي انتشرت في ال24 ساعة اللي فاتوا وشوية عملت قلق وبلبلة، والهدف منها طبعا معروف. أول حاجة كنت عايز أعقب عليها وهي قصة محمد محمود اللي دي بقالها أكتر من 24 ساعة والناس عمالة بتتكلم فيها، والأزمة والعلقة اللي خدها موسيماني من محمد محمود وضربوا بعض بالبواني والحاجات الجميلة اللي أنا كلنا سمعناها وشفناها. جه الرد جميل جدا جدا من بيتسو موسيماني، وهو إن محمد محمود موجود في قائمة النادي الأهلي. طبعا بيتسو موسيماني معروف عنه إن هو للأسف، يعني ده شيء مش لطيف، إن هو من المدربين اللي بيشتغلوا شوية بالعواطف، يعني أنا بحبك هتبقى موجود، مش بحبك فأنت هتبقى بره حتى لو أنت لائق فنيا. بيعمل تصرف عكس المتوقع تماما. الكل قال لك استبعاد محمد محمود بعد المشاجرة، وهو ما كانتش مشاجرة ولا حاجة، ده هو مجرد مطالبة من اللاعب أو سؤال واستفهام من اللاعب، أنا ليه مش بلعب، أنا ليه مش ببقى موجود، أنا ليه بيتم استبعادي من القائمة. والموضوع أخد أكبر من حجمه، ولكن جه الرد من بيتسو موسيماني. مهم جدا في التوقيت ده هو وجود محمد محمود في قائمة النادي الأهلي، ده كان أبرز رد. ما أعتقدش إن في حاجة أهم من كده، أو في تعليق إحنا ممكن نقوله هيبقى أهم من رد بيتسو موسيماني. طيب بين قوسين ليا تعليق على موضوع محمد محمود ده، ولكن بعد فاينل افريقيا، لان زي ما صاحبنا قال ليس كل ما يعرف يقال، في حاجات ينفع تتقال وفي حاجات ما تتقالش الا في وقتها المناسب، فخلونا حاطين الحته دي بين قوسين وهنتكلم فيها في حلقه بعد الفاينل باذن الله. طيب تاني حاجة عايز أعقب عليها هي موضوع كهربا، ونفس الكلام، كهربا مش هيكمل مع النادي الأهلي، كهربا ملوش مكان، بيتسو موسيماني مش عايزه، بلا 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 الكلام الكتير اللي طلع. موقف المعارين كلهم لم يحسم بعد، كهربا وغير كهربا وريان وغيره وغيره من الأسماء المعارة كلها لم يحسم. دلوقتي بيتسو موسيماني بيركز في الفاينل، كل تفكيره في اللي جاي في مباراة الوداد، ولكن بعد كده هيتم حسم الأمر. لسه قدامنا فترة على قصة الإعارات، هتتحسم لصالح اللعيبة، هترجع تاني النادي الأهلي ولا هتطلع إعارة مرة تانية. قصة ريان أنا قلت لكم وجهة النظر فيها، هو الأقرب للإعارة، ليه؟ نظرا للظروف كلها، إن هو أصلا مش متفق عليه بيتسو موسيماني، مش شايف إن هو اللاعب اللي بيحقق له طموحه. ولكن كهربا موضوعه مختلف تماما، فخلونا نستنى ونشوف. فاللي بيقول لك ان كهربا هيطلع كده كده اعاره وهو مش مكمل وهو مش عايزه، برضو الرد جه من عند بيتسو موسيماني واستقبله استقبال جيد جدا جدا في تمرين اليوم، حضر التمرين وكان في ترحيب من كل زملائه، وايضا الترحيب كان من بيتسو موسيماني. طيب خلصنا قصه محمد محمود، خلصنا قصه كهربا، الاعلام يقعد ساكت كده مش لاقي حاجه يحكي فيها؟ اكيد لا طبعا، لازم نطلع حاجه جديده وقصه جديده عشان نلهي جماهير النادي الاهلي ونعمل لهم تشتيت وعدم تركيز. نطلع بحكايه طاهر محمد طاهر اللي مضى للزمالك. يعني يا جماعه اعقلوا الكلام، يعني ارجو الناس اللي بتطلع اخبار لطيفه زي دي تعقل الكلام قبل ما تتكلم فيه، يعني انت قول حكايه تتصدق، قول حكايه مقنعه. طاهر محمد طاهر عقده ممتد مع النادي الاهلي، لسه قدامه سنتين او ثلاثه لحد 25، فبالتالي انت بتتكلم في ايه؟ طاهر لو مضى لنادي الزمالك مش هنقعد نقول بقى لا سكه السلامه ولعب عويل وملوش لازمه والكلام اللي مش لطيف اللي اتقال ده، في حين ان طاهر ودلوقتي في عز تالقه. يعني طاهر محمد طاهر بقاله كام ماتش كده ربنا نافخ في صورته، بيلعب بشكل كويس حتى لو مش بيسجل لك اهداف، ولكن موسيماني بيوظفه بشكل دفاعي، مش لازم اللاعب اللي ينزل يفرتك الشبكه، لازم تبقى فاهم انت وانت بتتفرج المدرب موظف اللاعب في ايه، هو حاطه في الحته دي عشان يعمل ايه، دوره ايه. حتى لو هو مهاجم مش شرط ان هو يلعبه في الحته دي عشان عايزه يطلع يعمل لك اسيستات ويطلع يعمل لك حاجات جباره، لا هو احيانا بيحطه في المكان ده علشان هو مثلا عنده الحس الدفاعي اكتر من لاعب تاني، فبالتالي بيلجا لطاهر اللي قدم مباريات جيده في الفتره الماضيه. تطلع انت بقى كمشجع اهلاوي تقعد تشتم في طاهر اللي ما عملش اي حاجه اصلا، وتفضل تعمل قلق وده يوصل للاعب ويشتته ويخرجه عن تركيزه. فيا ريت يا جماعه نخلي بالنا من الكلام ده كله ان كيس ان طاهر مضى للزمالك، وطبعا ده انا مش استبعد، انا تماما عندي يقين ان ده ما حصلش، طاهر مستحيل يلعب اصلا في الزمالك في مصر، يعني طاهر لو حتى بيفكر انه يخرج فهو يخرج لاحد الانديه بره مصر او نادي تاني، واعتقد ان مفيش الكلام ده برضو. ولكن
طاهر ما بيفكرش في الزمالك ولا عمره هيفكر، بس ان كيس انه عمل كده العقوبه هتبقى في ايقاف للاعب زي ما لسه شايفين بالظبط في القصه بتاعت فاركو، وايقاف سيفتري اللاعب اتوقف وفي وغرامه ماليه وفي فترات قيد على النادي، فبالتالي الزمالك هيتوقف له قيد تاني وهيبقى في غرامات على اللاعب وعلى النادي، فبالتالي القصه كلها حدوته عبيطه. يا ريت يا جماعه قبل ما تفضلوا تنشروا في الخبر او تردوا عليه تتاكدوا من صحته الاول. خلصنا من قصه طاهر، طلع لنا في قصه موسيماني اللي كانت الاسبوع الماضي برضو بيحكوا فيها وانا كلمتكم فيها وحطيت الكلام ده في العنوان ان موسيماني هيمشي ورحيل موسيماني، وده ما كانش كلامي، ده كان نفس المانشيت اللي موجود على كل السوشيال ميديا ان موسيماني خلاص بيدور على نادي، والمفاجاه اللي كانت مويره اتكلمت فيها ان موسيماني ماشي بعد الفاينل ومش هيكمل مع النادي الاهلي. طلع الكلام امبارح في احد البرامج اللي انا مش حابه ان انا اذكر اسمها، برضو برنامج كبير يعني كل الناس بتتابعه وتتفرج عليه، وجي قال لك موسيماني ماشي بعد الفاينل وبعد المباراه النهائيه وبلا بلا بلا، وكالعاده الناس فضلت تتكلم وفضلت تشير. ومن المعروف عن بيتسو موسيماني برضو دي من احد المشكلات اللي فيه ان هو متابع جيد للسوشيال ميديا بالعكس بشكل زايد عن اللزوم، لما تيجي في توقيت زي ده وتطلع اخبار زي كده وتلاقي بقى رد الفعل الجماهيري، الناس بقى داخله بتشتم، ناس بقى مش عاجبها، ناس بتقول لك هو اصلا فاشل والكلام اللي هينتشر، فبالتالي الغرض تحقق وميشن دان، يعني بالاخير حتى لو ما مشيش يبقى كده هو الراجل تم المهمه بتاعته على اكمل استعداد. يا ريت يا جماعه الاخبار اللي زي كده ولا كاننا شايفينها ولا كاننا سامعينها، بصوا ولا اسمع لا ارى لا اتكلم، ولا تشغل بالك احنا عندنا مجد بنحققه وخليهم هم في الحرقان بتاعهم وركز انت في المجد بتاعك. طيب من الاخبار اللي فرحتني انا شخصيا، نادي الاهلي بيرد الجميل لجماهيره الاوفياء، الوفاء متبادل ما بين الجمهور وما بين النادي، النادي الاهلي خصص 2000 تذكره للجماهير الاكثر مشاركه في مباريات النادي الاهلي، اختار 2000 شخص دول اللي اكتر او طول الوقت بيروحوا ورا النادي الاهلي ايا مكان المكان، بيروحوا وراه بيأذروه بيشجعوه، فخصص لهم 2000 تذكره مجانيه لحضور مباراه الفاينل في خطوه يعني مفيش حد بيعمل كده، ما بنشوفش نادي بيعمل كده، ما بنشوفش ده في اي حته في العالم، فبنقول شكرا يا اهلي، دايما دايما انت اللي ليك السبق في اي حاجه. طيب بخصوص التذاكر بقى، ويعني لما نرجع نقول حاجه جميله وخطوه جميله تلاقي قصادها الناحيه الثانيه خطوات شريرة والأيادي الشريرة اللي دايما بتحاول تنكد علينا. الكاف أعلن بعد ما قلت لكم في الحلقة قبل الماضية أنه كان أعلن 15,000 تذكرة لجماهير النادي الأهلي و15 للوداد، بقوا 10 للأهلي و10 للوداد و20 للأهلي والأحبة والمش عارف إيه، طبعا هو مش تحت بند الكلام ده، ولكن هم تحت بند تذاكر مفتوحة أو تذاكر مخصصة للي عايز يشتري، إحنا مش هنحددها دول، لا هنقول للأهلي ولا هنقول للوداد، اللي عايز يشتري يا جماعة بقية التاكتس هتبقى مطروحة وأنتوا روحوا واشتروا، وطبعا ومنطقيا مين اللي هيروح يشتري التذاكر اللي هي مش مخصصة لأحد الجماهير اللي البلد بتستضيفه، جمهور البلد بتستضيفه، يعني طبيعي جدا الكلام ده هيكون أو باقي التذاكر دي هتكون مخصصة لجماهير نادي الوداد، ولكن 10 من النادي الأهلي ب100 بأي فريق تاني، ودائما وأبدا زي ما بنقول الأهلي بمن حضر، العشر آلاف من جماهير النادي الأهلي دول بآلاف الآلاف، واحنا متعودين على كده من جمهور النادي الأهلي بشرط ان هو ده يكون الجمهور الحقيقي اللي بيروح وبيساند وبيشجع من أول ثانية لآخر ثانية. طيب بخصوص بادجي وأزمة بادجي اللي الناس كلها بتتكلم عنها وبتقول لك ان النادي إميان رجع في كلامه وان النادي الأهلي كان طالب 8 مليون وهم دلوقتي عارضين حوالي 4 وشوية، يعني مش نص المبلغ، والتعنت وكلام كده انتشر مش مظبوط. انا عايز اوضح بس حاجه، هو فعليا نادي اميان مش مقدم العرض اللي يليق باللاعب ولا يليق بالنادي الاهلي، ولكن ده مش عشان قله مستوى اللاعب ولا عشان هما مش عايزينه ولا حاجه، حابه اوضح لكم ان نادي اميان عنده مشكله في السيوله الماليه، نظرا لان بالوقت الحالي في 5 لعيبه عندهم ده ميعاد التجديد بتاعهم، يا اما هيجدد يا اما هيرحل، وهم ما عندهمش دعم مالي كافي، فبالتالي لما يبقى عندك 5 لعيبه المفروض ان انت تجدد لهم، المفروض ان انت تدفع هنا 5 وهنا 10 وهنا 20، فبالتالي الازمه الماليه يعني بشكل كبير جدا جدا موجوده في النادي، والقصه مش قصه بادجي لحاله، بالعكس هي قصه
كل اللعيبه او الخمس لعيبه اللي هيتم تجديد عقودهم في الوقت الحالي. ولكن انا طبعا مع النادي الاهلي جدا، مش هنقول احنا اكيد هنراعي ازمات الناس وناخد مبلغ يعني زهيد في اللاعب، لا طبعا خالص. انا بس حبيت اوضح للناس الازمه جت منين والمشكله جت فين. هي مش قصه تراجع من النادي الفرنسي ولا حاجه، هي قصه ازمه ماليه موجوده فعلا في نادي اميان الفرنسي. خلونا ننتقل لموضوع تاني وهو دعوات الصلح، علشان انا بشوف كلام غريب جدا جدا في قصة الصلح ما بين كابتن بيبو ومرتضى منصور، ما بين مؤيد ومعارض، وقلة قليلة بتقول لك الصلح خير من الصالح بصوت عبلة كامل. لا يعني هي القصة مش تمشي كده يا جماعة، ما ينفعش انا ابقى على مدار سنوات بتشتم بتهان بالناس، بتخوض في فيا وفي اهلي وبتتكلم بشكل مش مهذب ومش لائق، وانا دلوقتي اجي اقول الصلح خير. يعني العفو عند المقدرة وكل حاجة، بس انا من وجهة نظري بشوف ان الشخص المتطاول للدرجة دي لازم يبقى فيه رادع، ولازم يبقى فيه عقوبة رادعة. ليه؟ انا شتمتك اليوم وانت جيت قلت لي الله يسامحك، وشتمتك بكرة وجيت قلت لي الله يسامحك، وهكذا وهكذا. ده اللي بيتكرر وده اللي حصل، لمجرد ان انا جيت وقفت على رجلي. قلنا الاول اول عودة جي قال لك انا خلاص ونبدأ صفحة جديدة ونطوي القديم. رجل اول ما وقف على رجله تاني وجاله دعم، يعني منين بقى ما يكون ما علينا، وقف وقال لك الساعات وحرمية الساعات وكذا كذا كذا، وكلام مش محترم ابدا ومش لائق ابدا بالنادي الاهلي ولا برموز النادي الاهلي، وبتسمح بإهانة رموز النادي الاهلي داخل النادي بتاعك في مؤتمرات متصورة صوت وصورة، الناس بتيجي تغلط وتتكلم، تتكلم على رموز كبيرة جدا جدا زي كابتن صالح سليم رحمة الله عليه الاب روحي لينا جميعا، بتكلموا عليه كلام مش مهذب في حضورك، ما منعتش ده. فبالتالي انت وانس ان احنا بنقول تصالح وبنقول الدنيا تهدى وبنوافق او بناخد ستيب تجاهك، انت بترجع تاني بتعلي جدا سقف طموحك وبترجع بتغلط. فانا جدا جدا مع عدم التصالح، اللي بيغلط لازم يتحاسب، خصوصا ان هو خطاء، يعني مش الشخصيات اللي هي عذرا وخلاص انا غلطت مره، لا ده شخص يعني تتوالى اخطائه طول الوقت. فدي وجهه نظري في الموضوع، حبيت اوضحها. انت تأيد او تعارض طبعا دي وجهه نظرك اللي تحترم تماما، كل واحد ليه وجهه نظره، بس انا حبيت اقول رايي في قصة التصالح. الراجل قالك اللي احنا يعني هما شايفين ان هو يعني بيتزلل، او اللي انتوا عايزينه هنعمله، ولو عايزين اعتذار رسمي اعمل اعتذار رسمي، ولو عايزين صلح بصوت وصورة هعمله، يعني فكرة الناس اللي زعلانة من الكلام ده. ولكن انا وضحت وجهة نظري، وطبعا ليكم مطلق الحرية في وجهة نظركم. طيب من اخبار الجبلاية اللي مش جميلة من وجهة نظري، في بعض الناس سعيدة وبتقول لك قريبا سوف نرى عزل عصام عبد الفتاح او استبعاده. عايز اقول لكم ان هناك جبهة تتبنى فكرة وجود عصام عبد الفتاح كمستشار للجنة التحكيم. يعني انا عايزة افهم حاجة، عايزة اسأل سؤال، لما الراجل ده يبقى فشل كرئيس اتحاد، فشل ذريع ومن أسوأ، بل على الأسوأ يعني على الإطلاق أصلا، من أسوأ فترات اللي شفنا لجنة التحكيم فيها بالسوء ده، وبنشوف التحكيم بيتهان، وشفنا أخطاء تحكيمية فجة، وشفنا مبررات عبيطة، وتيجي دلوقتي تقول لي أصل إحنا نعينه مستشار. مستشار لإيه؟ الروحانيات والاحتواء والكلام الغريب اللي هو بيطلعه، يعني أنت هتمشيه عشان فشل تعينه مستشار؟ فانا بقول بصوت عالي، يا ريت الكل يدعم ويساند استبعاده للابد. ما احنا يا جماعه مش بنلف في دايره، ده نطلعه من هنا ونحطه مستشار، وده نمشيه ونجيبه تاني يوم رئيس، وده يمشي فنعمله تاني يوم نائب. ايه يا جماعه في ايه؟ اللي بيفشل مكانه عرف، ده اللي انا اعرفه، لكن راجل يبقى فاشل فهو عشان فاشل انا اكرمه واخليه مستشار؟ انا بقول ان ده الطبيعي والله العظيم والمنطقي جدا دلوقتي عندنا، ان اللي بيفشل بنحط له برضه مكان، لان هي دايره مغلقه واحنا بنلف فيها. هختم حلقه اليوم باخبار نادي الزمالك والقلق اللي بيعيشه نادي الزمالك نظرا للظروف اللي فعلا فعلا الله يعينهم عليها. اتكلمنا في قصه ابو جبل، اتكلمنا في قصه بن شرقه، انا مش عايز افضل اعيد وازيد لان الكلام متكرر وما فيش جديد لا هنا ولا هنا. ولكن الجديد بقى هو العرض اللي جاي لسيد زيزو، احمد سيد زيزو جاي له اوفر جميل لطيف جدا جدا من الديك الفرنسي اللي بيدور على اللعيبه اللي كانت حلوه في الزمالك، وفعليا هو افضل لاعب موجود في الزمالك بالوقت الحالي هو احمد سيد زيزو، وبيقول لك عايزين زيزو معانا. نادي الاتفاق هل هياخد سيد زيزو وهيدفع الشرط الجزائي؟ هل احمد سيد زيزو عايز يخرج من الزمالك ولا عايز يكمل؟ هنستنى وهنشوف هل هيكمل في الزمالك ولا لا. ولكن الخبر الاقرب يا اما العقد يبقى كما هو، يا اما هرحل عن
نادي الزمالك. وايضا ازمه عمر كمال عبد الواحد اللي مرتضى اول ما رجع قال لك هرجع لكم عمر كمال عبد الواحد، وده اصلا لاعب الزمالك ومفيش الكلام ده خالص. عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، زمالك عايزه هيجيبه بعقد جديد تماما، بعرض جديد تماما، هتدفع كذا هتاخد اللاعب، مش هتدفع اللاعب ده بتاع فيوتشر. الرأي رأي اللاعب ورأي النادي، مش بس هيبقى رأي اللاعب، لازم الاتنين يكونوا متفقين على العرض اللي هيجي من نادي الزمالك. كانت موضوعات حلقتي اليوم، اشوفكم على خير. Thank you.